أكد عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة تقديمه لاستقالته من المكتب السياسي للحزب، وذلك بعد أن لوح بها أثناء انعقاد المجلس الوطني للبم نهاية الأسبوع الماضي. وقال وهبي إنه قدم استقالته إلى فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب احتجاجا على تراجع إلياس العمري عن الانسحاب من منصب الأمين العام، وعن سبب تقديمه الاستقالة إلى رئيسة المجلس الوطني للحزب وليس للأمين العام المساعد لحبيب بلكوش. قال وهبي إنه قدم الاستقالة إلى الهيئة التي انتخب فيها في إشارة إلى المجلس الوطني.